أعزائي السلام عليكم. ما زلنا في الرسم التفصيلي أو الديتيل دروينج للبروجكت بولي براكت. قمنا برسم معظم القطاع الرئيسي في الأربع دروس السابقة، الأربع فيديوهات السابقة، حيث رسمنا في الدرس الأول التوب فيو والدرس الثاني الفرونت، ومن ثم رسمنا السبندل بطريقة الشافت. ايضا رسمنا البولي والبوش بطريقة الشافت لعمل سلندرات. سنضع تسمية لهؤلاء كي لا نضيع. اذا هنا عندي سبندل ونظلل على السبندل 7 ونحاذي في الوسط كليك. يمكن ان نعمل موف لهذا التسمية جت فوق الشافت، نسحبها لأسفل قليلا. أيضا نسمي هذه عبارة عن بولي ونظلل، نكبر الخط إلى 7، انتر، ونحاذي في الوسط. والأخيرة هذه القطعة والتي وردت بالخطأ ترى في الاكسرسايز بوك، عبارة عن بوش وليست ووشر التصحيح. نظلل الفونت 7، انتر، ونحاذيها في الوسط. الآن بقي لدينا من التمرين عملية insertion أو استخدام الكونتنت في استخدام الووشر والنط. عندنا ووشر الايزو 7092 و 14، والهكساجونال نط على ايزو 4034 ام 14. سنذهب إلى الأوتوكاد ميكانيكال كونتنت أجين، وهنا مجموعة الفاسنرز، هنا سكرو كونكشن كاملة، وهنا كل واحدة على حذاء. إذن هنا عندي سكرو وعندي هنا ووشر وعندنا هنا نوت وباقي القطع الأخرى يمكن إذا لزمت يمكن استدعاؤها. إذن نحتاج إلى ووشر أولا، بلين ووشر أكيد، والستاندرد شام ستاندرد 7092. إذن نذهب إلى 7092، 7091، 7090، go down 7092. هذه هي نريد الفرونت فيو فقط منها، ونحدد السنتر من أعلى إلى أسفل. لاحظوا أن F8 غير فعال، عندنا يجب أن أقوم بعمل F8 لأجل الحصول على شكل عمودي تماما. ونختار 14 سايز، قل له finish. إذن هذه الووشر التي نريدها. الآن نذهب إلى نفس المكان ولكن نختار في هذه الحالة النات، هكساجونال نات رقمها 32 أو 34، دعونا نرى، 34 ايزو 34 وام 14، 33 ايزو 34، فرونت فيو من أعلى إلى أسفل، وام 14 وفينش. إذن هذه عبارة عن الهكساجونال نوت والهكساجونال الووشر. يمكن كتابة ووشر ونوت إعطاء باقي القياسات. وبهكذا نكون بهذا الدرس قد أنهينا جميع الديتيل دروينج لهذه القطعة. نلقاكم في تكملة الوركينج دروينج لعمل الاكسبلودد والاسمبلي في الدروس السابقة. السلام عليكم.